ايه رايك الاول بقى عشان الجزيره، وايه رايك في العالمين، وايه رايك في كل اللي احنا شايفينه في بلدنا؟ جميله قوي 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 وتستاهل مننا كتير. انا سعيده جدا جدا بالعالمين واللي حصل في العالمين، لان انا بشوف هنا اللي بشوفه كتير في البلاد اللي بنسافرها بقى وبندفع فلوس عشان خاطر نروح لها. والله بجد صح، متوفر هنا كل الحاجات، ولسه كمان شايفه قدام في المستقبل هتبقى احلى واحلى واحلى. فانا سعيده بالتطور اللي بيحصل الحقيقه، وسعيده جدا بالعالمين الجديده. مشروع عبقري، مشروع عبقري. لما انت زي ما بتقولي زي ما بنشوف بره احنا اهو، صحيح كل حاجه. طبعا الكاميرا هتبقى تجيب للناس، احنا واحنا قاعدين شايفين قدامنا الابراج وشايفين احنا في الجزيره اللي في وسط الميه مع الفارق اللي انا عايزه اقوله ده مهم قوي. احنا عندنا احلى بحر موجود في المنطقه العربيه. انا في مقدمات بقى احنا في برنامج الجزيره بس انا مقدمات تغطياتنا على اكسترا دايما بتكلم في الحاجتين دول، احلى بحر طبعا، احلى جو، احلى جو دلوقتي طبعا. يعني معلش في عز الصيف المنافسه والدنيا الشريفه مع كل اشقائنا او طبعا حتى اوروبا و و و، لا احنا عندنا جو، احلى جو واحلى بحر نقاء بطريقه مش طبيعيه. عندنا رمله بيضاء، عندنا الحاجات الصخريه، عندنا شعب مرجانيه من اهم شعب المرجانيه في العالم. لا احنا بلدنا بحر جميله قوي، احمر بحر متوسط، بحر احمر بحر كل متوسط حاجة. في كل الاماكن هتتبسط. طب يلا نرجع يلا تاني، ارجع من المدرسه واحنا قلتي على المصيف وكده كنتوا بتفكروا، عشان ده دايما احنا برنامج الجزيره عشان شعور المصيف. انت قلتي كمان الكلمه الجميله بتاعت زمان. كنت بتضايقي مثلا انا هنام فين، او بتفكري في الكلام ده هنام فين حبيبي؟ احنا إيه؟ 10 نايمين على سرير قشطه، ولا بيفرق معانا الكلام ده؟ بالظبط طبعا. فكرة عمرها بقى دلوقتي انه ممكن احنا عايزين ناس تخرج بره، ده طبعا انه انا رايحه فين وهقعد فين وهاكل ايه. بنتبسط بنتبسط يا جماعه، كل ضيوف الجزيره قالوا الكلمه دي، بنتبسط. اهم حاجه نتبسط. انت مسافر عشان تعمل ايه؟ على الهدف، احنا هدفنا كله من السفريه ان احنا هنتبسط. نمنا فين مش فارقه، اكلنا ايه مش فارقه، شويه مكرونه هناكل. والله مكرونه وبانيه، مكرونه وبانيه ده اساسي، ده اساسي جدا. احنا شعب اذا احنا رضعنا مكرونه وبانيه هنتبسط في كل الاحوال وفي كل الاوقات. احنا مسافرين عشان نتبسط، ما بيفرقش معانا بقى الشكليات، واصل لازم السينيه ابقى لابس مش عارف مش الكلام ده. احنا انا عايز اقول لك حد النهارده لسه كنت بقول لك انا بعيش المصيف اللي انا اتربيت عليه ايا كان فين.